عندي جوج ديال الرسائل بغيت نبعثهم للإخوة في الوطن، سواء من أهل الريف أو من الآخرين. على أي، الأولى بالريفية والثانية بالعربية. أيث ما يجن جي أرض شتات جي القارات الخمس جي تخاطب غوروبا وها ف نش تقدم الشكر، تقدم وقوف لاحترام، وأرفع القبعة وأقبل أرجل وأيادي ورؤوس الجميع. أيث ما ثنى يجن تنتامن المنطقة يا نارف، وخد عملنا معنويا لأوروبا، سواء الوقفات نغس المسيرات نغس الاحتجاجات نغس الاعتصامات مخمية التوجه نسن الفكري أو الإيديولوجي أو الانتماء نسن لشيء آخر. على أي، مادام ذوما ذريفي اختي سواء المعتقلين يتبدى أك العائلات المعتقلين يتبدى أك مواطن أقارف غمواطن الأصل، فنش تقدم إجن الشكر أموخ ذسقان عدد حصل الأرض أشت نتحبوين إيجزيك جنجي العالم. ف كذلك تقدم غيجن الشكر ذا مقرن يوذني يخذ من قي الظل يخذ من قي السر حمد فناصر الزبزافي الذي ترشح جائزة ساخروف لحرية الفكر. تقدم غسني جن الشكر ذا مقرن ذارع خذني جو ذارع المحبة شي حاجة يعجز ياسين ومخذ صغير خسي عبا على أي حال. فكذلك الشكر، شكري الحار، شكري الحار البرلمانيين أوروبيين، البرلمانيين يجي تنتمن البرلمان الأوروبي وصوتا وصوتا لصالح ناصر الزبزافي ينا زعما غي بدانا ينا استحق كل الشكر، استحق كل تقدير كل احترام، لانه ما غا وجين زي ما جي الدم ولا جي العرق ولا جي القارة ولا جي الدين ولا جي اللغة ولا جي شيء. رغم ذلك بدنا كذا، فلهم الشكر الجزيل. كذلك تقدم غيجن الشكر من طبيعة الحال يجميع النساء، ولكن ذنيجن مؤسسة تنمية الريف إسوير تقدم إجن مساعدة مادية للعائلات المعتقلين في السجون الأخرى من غير الدار البيضاء ولا حتى الدار البيضاء، لا يمكن خليك الدار البيضاء. فتقدم غاسني جن الشكر ذا مقرن وتمني غاد قيمنا مياخ النهجة وانيت تعاون العائلات، لأن العائلات كما سيأتي لاحقا هذا الناس نسيور القضية يا ثانيت من تعانى من من عانى من تعانى من غن عانى هذا. ف جميع ينيد ذكا هذا يسمح المراغ والسنغشية العباق الكيفية الشكر نسنيه وذانا هذا يسمح بزاف. سال الرسالة الأولى، أما الرسالة الثانية فأوجهها أو كنوجهها للسياسيين في المغرب، الأحزاب السياسية وللنقابات وللجمعيات الحقوقية، أوجه لهم لوما في الحقيقة أو عتابا. علاش؟
هاد السيد هذا اللي مسمي ناصر الزبزافي المحكوم ب20 سنة سجنا، والقابع في سجن المحل بالدار البيضاء يقضي عقوبته الحبسية، رشحته أوروبا. هاد الدولة هذه اللي ما كتنتميش لينا حتى قاريا أو دينيا أو لغويا أو عرقا، فرشحوا ناصر الزبزافي. فنواب تابعين للبرلمان الأوروبي فعلوا ما فعلوا ليترشح هذا الإنسان المنتمي لهذا الوطن شاء من شاء وأبى من أبى. هذا الإنسان الذي قدم شيئا لم يقدمه إنسان على وجه الأرض إن صح التعبير، وأسطر على ما أقول. هذا الإنسان البسيط جدا الذي كان يعيش ضائقة ذات اليد استطاع أن يفعل ما لم تستطع الأحزاب السياسية في المغرب أن تفعله منذ 56 إلى حدود اليوم. ولكن الشيء اللي غادي نعاتب عليه هؤلاء، علاش ما جا حتى حزب وخاصة الذين يدعون التقدمية، حتى شي حزب ما استطاع يحاول يتصل بالأحزاب الأوروبية لدعم ناصر الزبزافي. هذا المغربي أكثر مغربية من الآخرين، وعلى الخصوص عندنا قامات سياسية سابقة، ما بدون ذكر الأسماء، لم تفعل شيئا ولم تتصل، وهناك من يعيش في فرنسا ومن له علاقات مع فرنسا ومع أوروبا ومع الأحزاب اليسارية في أوروبا، ولكن هناك عم في المغرب صمت القبور. وكذلك الجمعيات الحقوقية، أنا ما كنهضرش على شخصنة النضال، أتكلم عن الرسميات، عن الحزب بصفة رسمية، وعن النقابة بصفة رسمية، وعن الجمعية الحقوقية بصفة رسمية، أن تتدخل وأن تتصل وأن وأن وأن. ولكن ففي الحقيقة كان ناصر الزبزافي يقول كلمة في الميدان، أي بمدينة الحسيمة أثناء الحراك، والكثير من عاتبه على ذلك القول. ولكن المنطق يقول كل شيء سيبقى كما كان حتى يأتيك قاطع البيان، وها هو قد أتانا قاطع البيان. فأشكر الجميع على عدم اكتراثهم، أشكر الجميع على عدم مبالاتهم، أشكر الجميع على ازدرائهم لهذه المنطقة، أشكر الجميع على عدم وقوف أو عدم الوقوف إلى جانب هذا الشخص الذي ناضل من أجل المغرب، من أجل كامل جغرافية المغرب، ولكن وهنا أستثني الشعب المغربي العظيم، أولئك الذين يخرجون في مسيرات في الدار البيضاء والرباط ومدن أخرى،
فالشعب المغربي العظيم بحرائره وأحراره، أحييك أيها الشعب العظيم والعظيم جدا، ولكن الذين خذلونا، وكما أقول دائما سنتناسى دون أن نغفر، وسنتناسى دون أن نغفر، وسنتناسى دون أن نغفر، ولكم منا الشكر الجزيل على خذلانكم لنا، وشكرا.